ايه معجبة بساهي، بس مو بالطريقة اللي عم تفكري فيها. اعجابي فيه مختلف. انا ما بدي زوجك ساهي يكون الي، انا بدي بس زوج بيشبهه. انا ما بدي ساهي يكون شريك حياتي، بس الصفات اللي عند ساهي بتمنى انه تكون بشريك حياتي. رجاء فهمي هذا الفرق بيناتهم. فيديكا، ايه ذكرته بدفتر مذكراتي، ما بنكر، بس مو لاني بحبه، لانه بدي الصفات هي تكون موجوده بشريك حياتي المستقبلي. تعرفي ليش؟ لاني شفت ساهيل قديش بيحبك فيديكا. الحب والاهتمام، بدي شريك حياتي يكون بهي الصفات كلها. ساهيل نموذج بالنسبه الي، هو زوج مثالي. وين الغلط بهالشي؟ لو اي بنت كانت مكاني وعرفت ساهيل مثلي كانت رح تفكر بنفس الطريقة. وطالما بعرفه لساهيل منيح، تمنيت انه يكون عندي زوج بيشبهه كتير. بعرف انك حكمتي علينا غلط، معك حق فيديكا، بس برجع بقلك انه ما في شي غلط صار بيناتنا. لهيك بدي تتأكدي يا فيديكا انه ما في اي شي بيني وبينه. بعرف مين المسؤول، وانتي بتعرفي منيح انه هي امي. ما لازم تعصبي مني، روحي حاسبي امي. فيديكا كانت الناس رح تسألني وكنت رح اطلع غلطانة وتتشوه سمعتي. خلصنا، بكفي لهون. لا فيديكا، انا اليوم رح احكي. الارتباط بيقوى بشكل افضل لما يكون في صديق وفي ثقة كمان. بس صار في شخص ثالث نجح بخطته وخلق سوء تفاهم بينك وبين ساهيل لانك ما بتوثقي فيه كفاية. لمجرد دقيقة بس انسي اللي شفتي وفكري منيح واسألي حالك إذا فعلاً بتعرفي ساهيل فيديكا. لأنه إذا بتعرفي لازم تعرفي إنه بيحبك من قلبه، وعلى الأقل احترمي حبه لإلك. حتى أنا فيديكا فيني شوف منيح كيف غضبك عم يخليه يتألم. كل يوم عم تبعدي لساهيل عنك، هو بيضل يرجع مع ابتسامة على وشه حتى يقدر يقنعك. بس شي مرة فكرتي فيه وقديش هو وحيد؟ كل يوم بينام زعلان، بس لما بيفيق الصبح بيجي لعندك فيديكا حتى يفوز بحبك. ما في شب بيعمل هيك، بس طيبة قلبه وحبه إلك وشجاعته كلهم صاروا أعدائه. هلا صح ما خلاني اترك البيت، بس كمان ما فقد الأمل بأنه يرجع يفوز بحبك فيديكا.